متفائل ان بدايه العام الجديد دي تبقى بدايه جيده للمستهلك المصري ويحصل على مزايا نوعيه في الاسعار، وان شاء الله برضو يكون في تشجيع للمصانع والشركات دي انها تيجي تعمل مصانع ليها او قواعد انتاجيه في مصر. يعني خفضت يعني بالنسبه حوالي 20,000 جنيه من قيمه العربيه، ودي حاجات كبيره زي البيجو مثلا، وفي عربيات كان عليها اوفر برايس اتلغى بشكل كامل. بس هي الفكره ان في بعض السيارات الموجوده عند الناس كانت في مخازنهم ما تم الجمرك عليها قبل القرار، فدول هيتضرروا بشكل كبير لو ما التوكيلات ما وقفتش جنبهم بشكل مناسب انها تعوضهم عن الفروق اللي هتحصل في الاسعار. فهو ده الفاكتور اللي ممكن ياثر بشكل سلبي بين الوكالات والموزعين لحد ما المستهلك النهائي يحصل على الخدمه بشكل والسعر بشكل مناسب. ان شاء الله يتعاد تشكيل الحركه في التسعير، وان شاء الله يبقى في شكل احسن للتفاهم بين المنتجين والمصنعين والوكلاء والموزعين بتوعهم علشان يوصلوا لاسعار تنافس وتبقى فيها حركه رواج بينها وبين السيارات الوارده من اليابان او من الدول الثانيه من كوريا ومن غيرها اللي مش واخدين الاتفاقيه، وكمان السيارات المجمعه محليا، فيعاد التسعير بشكل عادل وفعال بحيث العميل يقدر يستفيد استفاده كبيره. في افكار اتقالت وفي خطط يعني بتتعمل في موضوع الغاء الجمارك، او في انه لسه ما فيش يعني في ما فيش حاجه ثابته في موضوع انه يتلغي او ما يتلغيش، فانا يعني اتشجعت بان انا اخد خطوه في موضوع ان انا انزل واشوف بعين يعني واسمع، ولسه يعني لسه الموضوع ما في المتوسط، ما فيش لسه في يعني انا حاليا في فورد في معرض فورد مفيش لسه في متوسط في سيارات نزل منها الجمارك في فعلا اوريدي نزل من بس طبعا في كذا يعني في ضرائب ثانيه في زودوا ضريبه القيمه المضافه في يعني شالوا هم الغاء الجمارك وعملوا ضريبه قيمه مضافه بسمع حاجه 14% او حاجه كده، فهو اوريدي يعني الموضوع فعلا في سيارات نزل عليها وسيارات لا يعني.